أن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم فاعبدون. المؤتمر الدولي السابع الذي انعقد في لندن هذا اليوم أعتقد أنه استجاب للواقع الذي تعيشه الأمة، وهي النيران الطائفية المشتعلة في البلدان العربية والإسلامية للأسف الشديد. لذلك جاء تحت عنوان دور التقريب في مواجهة الطائفية وحماية المجتمع. أكد الحضور إلى حد كبير على تشكيل جبهة للتقريبيين لمواجهة أخطار هذا التحدي الطائفي، وبالتالي إصدار وثيقة تعاون من أجل أن يتعاون التقريبيون فيما بينهم لتأسيس ثقافة تقريبية لتعميق قيم التقريب، للسعي من أجل تشكيل أطر متعددة في مختلف هذه البلدان للوحدة الإسلامية، لأن هذه البلدان كلها تشهد للأسف الشديد أو أغلبها تشهد قمعاً للرأي وللرأي الآخر، لحرية الرأي مصادرة. لذلك ومن هذه طبعاً للأسف الشديد ما نراه في البحرين الشقيقة، هناك تعسف، ظلم، تجاوز على حق المواطن، المواطن الذي يطالب بالحقوق السلمية للأسف يواجه بالنار، يستعان ويستقوى بقوات عربية أخرى من أجل إيذاء أبناء البلد، وهذا مؤسف له. ولعل ما حصل مؤخرا من مواجهة ومنع العلماء من ممارسة دورهم العلمائي في التبليغ والوعظ وبناء الأمة وتطهير المجتمع من الشوائب، أعتقد هذا حق للعلماء ولا يمكن أن يتجاوزه لا الطاغية خليفة ولا غيره، ولا يبد أن يتراجع عن مثل هذا القرار، وأن يبقى العلماء هم رمز هذه الأمة وطموح هذه الأمة والطريق الذي تتخلص به الأمة من مآزقها، وبهم تتشكل الوحدة الإسلامية إن شاء الله. الدكتور علي رمضان الأوسي الأمين العام للتقريب للمؤتمر الدولي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في بريطانيا.